هذا سائل يقول: انتشر مؤخرا العناية بالآثار وإحيائها، وهي عبارة عن بيوت ومساكن قديمة وليس فيها تماثيل ولا صور، فهل هذا جائز؟ هذا من كيد الشيطان، لأن تعظيم بيوت السابقين من العلماء هذا وسيلة إلى أن تعبد فيما بعد، وهذا من الشيطان. يقول احتفظوا بالآثار، أنتم مثل الدول الأخرى تحتفظ بالآثار، أنتم ليش تضيعون الآثار؟ الآثار ما أمرنا بحفظها، بل أمرنا بالنهي عن تعظيمها وعن توارثها، وماذا تنفعنا الآثار؟ الآثار ما تنفعنا شيء، إنما ينفعنا العمل الصالح والعقيدة الصحيحة، هذا الذي ينفعنا. أما الآثار ما تنفعنا، خرايب خرايب طايحة، وش فيها من النفع؟ نعم.